وهي مسابقة العلوم المحلية لطلاب الصفوف التاسعة في مدارس ساكنين. كما تعلمون في كل مدرسة هناك شيء مميز، منها ما تمتاز بمشروع يسمى مفيد، منها ما يسمى مزيانوت، منها ما يركز على الفوتومتري، ومنها ما يركز على تخنوت محجي. لذلك هذه برامج تسمى برامج إطراف. إذا وجدنا أنه مناسب أن نجري وأن نبحث عن ما هو مميز. هذه المسابقة أقيمت على ثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى تم إبلاغ مديري المدارس ومديرات المدارس ومعلمي العلوم على نيتنا بهذه المسابقة. فقد طرحت أسئلة عبر شبكة الإنترنت في مركز في موقع مركز العلوم. تم دخول الطلاب إلى هذا الموقع، الإجابة عن الأسئلة والرسائل. كان هدفنا تحديد 20 طالب. وصل إلى المرحلة الثانية 65 طالبا. 65 طالب أجري لهم امتحان آخر في هذا المركز في موضوع التنور العلمي، التفكير، الفهم المقروء وما يدور حول التنور. من هذه الطلاب سنحدد، لذلك حددنا وصول 4 ممثلين من كل مدرسة. هنالك الكثير من الشخصيات المرموقة في سنين، وإحدى أهدافي كانت أن يعرف طلابنا أن هنالك أشخاص متميزين في سنين وصلت أبحاثهم إلى جميع أنحاء العالم. لذلك لقد شاركنا الدكتور صبحي في محاضرات السنة الماضية، حيث أعطانا قسم مما يبحث ويكتشف في اليابان وسويسرا وأمريكا. وإن شاء الله من هدايا وجوائز. شكرا أبو عمار. أنا أعرف وصلني معلومات إنه أنت بتدعم المدارس، وإلى قسم بقول لك دعمتنا ونأمل أن تبقى دعمك في هذا المركز. شكرا. في عندنا سيارتين، واحدة حمراء واحدة زرقاء. السيارة مقدار 40، الزرقاء الكتلة تبعتها غير مكتوب عندك 1500 كيلوغرام، السيارة الحمراء الكتلة تبعتها 1900 كيلوغرام. الواحد ماشي بسرعة. نقرا السؤال مع الأسئلة. شفنا أول مرة سيارتين مشيوا وصلوا لمرحلة معينة. السؤال اللي نسأله، تجدك أمامك سيارة حمراء كتلتها 1900 كيلوغرام تسير بسرعة 70 كيلومتر في الساعة، سيارة صفراء كتلتها 1500 كيلوغرام وتسير بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. سيارتين قطعوا نفس المسافة. السيارتين بدي أقول لك نفس السنة، نفس الشركة، نفس الموتور، ماشي؟ نفس سنة الإنتاج. بدو أي إنتاج؟ 2009، 2010، أوكي. فليكن أنت نفس السيارة، مش واحدة خربانة واحدة. لذلك السيارات صالحة. الفرق بيناتهم بالمعطيات الموجودة معك. السؤال اللي اسأله، كيف يمكن تحديد أي سيارة استهلكت صدخات، استعملت أكبر كمية من الوقود، فولر أو بنزين؟ حسب رأيك صدخة أم الحمراء؟ اللي استعملت صدخة. تمام؟ نسأل ماذا يحدث بعمل التخمر؟ وما الذي يؤدي إلى انتفاخ العجين؟ إيش يعني التخمر؟ وشو ليش العجين بينتفاخ؟ تحط أمك مع العجين. أمك بتعجن وبالتالي بتيجي على اللجن طبعا انتفخ. شو حسب رأيك شو اللي أدى؟ شو اللي أدى للانتفاخ؟ ايش بصير؟ أي تفاعل؟ أي تفاعل؟ نعم؟ طيب بيأدي لإنتاج ايش؟ أنا بقول لك تفاعل، ماشي، بس بيأدي لإيش؟ شو اللي بيطلع اللي بيأدي للانتفاخ؟ مصدر الطاقة لاشتعال هذه الشمعة، في عندي عملية تحولات طاقة هون. الشمعة اشتعلت، ضوء. قل لي شو مصدر الطاقة للاشتعال؟ وشو؟ هذا الشيء يا جماعة. فجأة مرة ولعت شمعة وصار انفجار. نرفع صوتك عمر. طريق كل يسمع. إذا شفت شمعة عندك في البيت انقطعت الكهرباء ولعت شمعة بتسمع انفجار وبيجي
أصبح ممكن يكون هذا الشيء عشان يصير الاشتعال. ايش بدنا؟ سجين منين؟ من الهواء. سجين استفيد سجين هون؟ ايش خلص؟ سأل عنه إذا بتعرف نتيجة صار في عندي شيء معين. بدك رح نبدأ نوزع الجوائز.